هو بالنسبة ابتسام، عملية غزة ما هيش حاجة جديدة، لأنه المقاومة منذ أن انطلقت ورفعت الكفاح المسلح من سنة 65 أو الرصاصة أو العملية اللي قادتها حركة فتح، كانت دائما تحط في برنامجها وفي هدفها الأساسي هو توجيه ضربات قاسية للعدو، والهدف دائما تحرير الأسرى اللي موجودين وقابعين في سجون الاحتلال. وأنا تم كتاب جميل جدا معناها كتبه رفيق فلسطيني، هو الله يرحمه كان مناضل حقيقي اسمه عدنان جابر، اسمه ملحمة القيد والحرية. ملحمة القيد والحرية تحدث فيه على ظروف السجن وظروف ما يسمى تعامل الكيان الصهيوني مع الأسرى الفلسطينيين والأسرى العرب، لأنه قبل كانوا ثم أسرى عرب زاد رام في سجون الاحتلال، وأردنيين سوريين عراقيين لبنانيين توانسة. فالإشكال اليوم اللي قاعد يصير في غزة أنه نتنياهو عنده، سمحني في الكلمة، بونتو حماس، لأنه لو نرجع للتاريخ نتنياهو من أسقطه أول مرة وقت اللي كان رئيس حكومة هي حماس، عندما أراد الموساد الإسرائيلي اغتيال خالد مشعل في الأردن وما نجحتش وقت العملية، وتم بضغط وقت اللي مسكت الأردن بالزوز عمالة الإسرائيليين اللي حبوا يقتلوا خالد مشعل، كان وقتها من شروط اطلاق سراح الزوز العناصر بتاع الموساد اطلاق سراح شيخ ياسين. وهذه انا جبتها مجلة معناها للتاريخ، ها وخل نوريها لكم، كتبتها جون أفريك. الميكرو بربية ولا كتبتها جون أفريك سنة 96 حول خالد مشعل، لوم كيفي تخومبلي إسرائيل، وتوري الصورة في الصفحة هذه على الشيخ أحمد ياسين. أي على الشيخ أحمد ياسين الذي أطلق سراحه بعد فشل عملية اغتيال خالد مشعل بتدخل وتهديد من الملك. لا خاطر جوست غسين توضيح، أنت قلت على خالد مشعل قالوا لوم كيفي ترومبلي، لكن هي على الشيخ ياسين. هي الصورة هي وقتها بنيامين نتنياهو مع داني ياتوم اللي هو تو مستشاره، وقتها يتحدثوا على اتفاق العقبة وشنو اللي صار كإشكال في نواحي أنها في الأخر أدت إلى إسقاط بنيامين نتنياهو وصعود يهود باراك وقتها من بعده، واللي بيشكون عليها فيما بعد تبعات اللي هي انتفاضة الأقصى. غزة ابتسام رأي قصة خاصة، وغزة لما تقاوم الاحتلال الصهيوني راهو موش جديد، كان ثم مناضل عظيم جدا في غزة نعيطوله جيفارا غزة، هذا وصل موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي يقول لك نحن نحكم غزة بالنهار، جيفارا غزة يحكم غزة بالليل، وبالتالي الغزاويين وحتى تاريخيا رأوا في الإيديولوجيا والميتولوجيا الصهيونية غزة راهي بالنسبة للثقافة العبرية اليهودية اللي أسوا عليها راهي عندها عداوة خاصة مع الشخصية القاعدية اليهودية في التوراة، راهو مش معناها بمعادات السمية. تتذكر انت طارق حكاية شمشوم وداليلا واللي كانت معناها ضد الغزاويين، اي انه تعامل الديني للعقل السياسي للنظام الاسرائيلي الصهيوني مع غزة تعامل خاص، حقد تاريخي بأتم معنى الكلمة. وبالتالي اللي نشوفه فيه في غزة يعكس صراع قديم بين هذه الإدارة وبين مشروعها وبين سكان وأهالي غزة من فلسطينيين.